الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال البترول. خلال افتتاحه ملتقى بنات مصر، رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تمكنت من القضاء على العشوائيات الخطرة. روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف منصات تغطية في البحر. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، ساعة إخبارية شاملة، بانوراما النيل. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه الجولة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول. وأكد رئيس السيسي خلال اللقاء دعم الدولة الكامل لأنشطة الشركة في مصر، وذلك لما تمثله الشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالميا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مايكل وورث رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار مسؤولي الشركة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر، خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالميا، الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويساهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات. من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره لمقابلة السيد الرئيس، وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر، مؤكدا حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء ما حققته مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز، والتي تتعاظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر نفذت خلال السنوات الثمانية الماضية مشروعات كبرى وضعتها على الخريطة العالمية في عدد من القطاعات، ومنها التشييد والبناء. كذلك خلال كلمة مدبولي في افتتاح الدورة السابعة لملتقى بناة مصر الذي يعقد بعنوان فرص التنمية والتمويل بإفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية. تحت عنوان فرص التنمية والتمويل بإفريقيا والدول العربية، جاءت مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر. وفي كلمته أكد مدبولي أن التجربة المصرية التنموية خلال السنوات الثمانية الأخيرة أفرزت مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في قطاعات عدة، مشددا على أن مصر مستعدة للعمل مع البلدان العربية والأفريقية. في مجال الإسكان استطاعت مصر القضاء على العشوائيات الخطرة التي ظلت لسنوات تهدد أرواح ساكنيها، لتتحول حياة هؤلاء السكان إلى حياة آمنة مطمئنة، بل ويتمتعون وأسرهم بجودة الحياة التي يستحقونها. كما حققت الدولة طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل، وتتلاشى هذه الأزمة عاما بعد آخر.
واستطاعت الدولة بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من المدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية وخدماتها ووحداتها السكنية، ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلق فرص للاستثمار العقاري والتنموي. واستعرض رئيس الحكومة في كلمته حجم التطور الحاصل في عدد من القطاعات خلال السنوات الماضية. مكاتبنا الاستشارية وشركاتنا المصرية على استعداد تام لتنفيذ مختلف المشروعات في دولنا الأفريقية والعربية في التوقيتات المحددة وبالجودة العالمية المطلوبة، وهذا توجيه واضح من القيادة السياسية التي تضع التعاون مع أشقائنا في هذه الدول على أولوية أجندتها. جدير بالذكر أن الدورة السابعة من الملتقى تشهد حضور أكثر من 50 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار لبحث مخططات التنمية الشاملة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية وطرح خريطة المشروعات الكبرى في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية. هشام حامد، النيل. ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بحضور عدد من الوزراء للمناقشة لعدد من الموضوعات والملفات المهمة التي من بينها متابعة موقف توريد القمح. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا في هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة الخاصة بزيادة الرؤوس الحية التي سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار مع التأكيد على توافر السلع المختلفة بالأسواق. كما أكد مدبولي أن رئيس السيسي يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية وسرعة التعامل معها، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بحزم حاليا مع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية. وخلال الاجتماع استعرض محافظ دمياط منال عوض مشروع المدينة الأمنة بمدينة عزبة البرج بالمحافظة. من جانبه كلف رئيس الوزراء بتعميم هذه التجربة على باقي المحافظات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواتفي أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور محمد، كيف تنظرون إلى أهمية ما يمثله ملتقى بناة مصر وأهدافه المنشودة مع افتتاح رئيس الوزراء له اليوم بمشاركة وفود عربية وإفريقية رفيعة المستوى وممثلة لكبريات الشركات؟ تحياتي لسيادتك فندم والسادة المشاهدين عن الملتقى بناة مصر. الحقيقة يعتبر هو الدورة السابعة فرصة كبيرة جدا للتمويل جذب الاستثمارات لأهمية القطاع اللي بيتم فيه هذا التمويل. حضرتك تعلمي وإن مصر النهاردة أصبحت رئيس للملتقى خلال الملتقى، وإن المشروعات التنموية اللي بتقوم بها الدولة المصرية النهاردة من خلال التمويل العقاري بيعتبر أو التطوير العقاري بيعتبر أحد أدوات التنمية في معظم دول العالم ولا سيما في دول أفريقيا، دول أفريقيا والدول العربية. مصر لها سابقة لها نشاط كبير جدا في هذا المجال، عملت أكثر من عندها أكثر من 32 مدينة منها 15 مدينة ذكية. كل ده بتقدر مصر تستطيع أنها تصدر للأشقاء الأفارقة والأشقاء العرب أفكارها عن التنمية العقارية والتطوير العقاري والشركات العقارية. ده بيجي إزاي؟ إن هو حضرتك الظروف التاريخية أو الظروف العالمية النهاردة بتقول ان هناك ركود وتضخم عالي، وبالتالي لابد ان يكون هناك مشروعات كبيره تستطيع انها تعمل دوره اقتصاديه وتستطيع انها تشغل البطاله وتستطيع انها تولد دخول. من هنا بياتي هذا الامر. الامر الثاني كمان انها ملتقى للعرب والافارقه في ضوء فكره اقتصاديه كبيره، ان هو في ضوء تكتل الازمات العالميه يبقى لابد من الاهتمام بالمحتوى الإقليمي أو التطورات الإقليمية. وفي هذه الحالة مصر تعتبر رائدة سواء في المجال العربي أو في المجال الأفريقي، في الاثنين بتجمع عشان تحل المشكلة.
للتشابه ما بين القارة والعرب والتشابه في طبيعة الاقتصاديات. الأمر الأهم من ذلك أن هناك ده بيعتبر فرص للاستثمار، لأن الدول الأفريقية والدول العربية فيها أيدي عاملة كبيرة، وبالتالي يعتبر فرصة لتوظيف الموارد البشرية في هذه الحالة توليد دخول. الأمر الأهم من ذلك أن هو دولة رئيس الوزراء تحدث عن دور الطاقة الجديدة في الاستثمارات والتنمية، وكيف يمكن للدولة المصرية أنها ساهمت في بناء طاقة جديدة ومتجددة تستطيع أنها تساعد وتحل محل الطاقة التقليدية، حتى يمكن معالجة المناخ أو تطوير المناخ، وباعتبار أن مصر عندها مؤتمر في نوفمبر القادم اللي هو بتاع المناخ. وبالتأكيد خلال هذه الفعاليات تتضح آليات المواجهة مع هذا التحدي المتمثل في المتغيرات المناخية، ويعني توافر التمويل المستدام من خلال حضور مؤسسات التمويل الدولي في هذه اللقاءات. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور محمد الشواتفي أستاذ التمويل والاستثمار. يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية عن العام المالي 2022-2023. يأتي ذلك خلال الجلسة العامة اليوم بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ومسؤولي الوزارة والجهات المعنية لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022-2023. أدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسي في المواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الدينية، التربية الوطنية، الإحصاء والاقتصاد، والتي تستمر على مدار يومين، وتجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية مكثفة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة. كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسهيل الحركة المرورية بتلك الطرق لتيسير وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات. تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لجان امتحانات ثانوية البعوث الأزهرية للاطمئنان على سلامة سير أعمال الامتحانات والوقوف عن قرب على متطلبات الطلاب الوافدين والاستماع لمشاكلهم والعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم. وخلال الجولة اطمأن فضيلة الإمام الأكبر على سلامة سير الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير الكمامات والمطهرات للطلاب للحفاظ على سلامتهم. كما استمع فضيلته عن قرب للطلاب ومتطلباتهم ووعدهم بالعمل سريعا على تلبيتها ووضع الحلول العاجلة لها. أكد سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الاهتمام الذي توليه مصر لقضايا التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار، إلى جانب توفير تمويل المناخ وخاصة للدول النامية. جاء ذلك خلال لقاء شكري في لوكسمبورغ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للتبحث حول قضايا المناخ في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر الأطراف، فضلا عن مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره التشيكي يان ليبافسكي، حيث بحث الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك. وخلال لقائه وزير الخارجية والشؤون الأوروبية باللوكسمبورغ جان أوسبورن، أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ولوكسمبورغ، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات في ظل الفرص الواعدة بالسوق المصرية. وناقش الوزيران أهمية الانتهاء من اتفاقيتي منع الازدواج الضريبي والخدمات الجوية. واستعرض الوزير شكري خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها مصر لتحضير الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27.
أكد وزير الخارجية سامح شكري على الأولوية المشتركة لمصر والبنك الأوروبي للاستثمار في التركيز على مشروعات الطاقة والتحول الأخضر، لا سيما في ظل الجهود المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. جاء ذلك خلال لقاء شكري اليوم مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرتر هوير في لوكسمبورغ في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي وما تمثله مصر كونها الشريك الأكبر لبنك خارج أوروبا. رحبت مصر بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 من الشهر الجاري. وثمن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية، معربا عن التطلع لمواصلة اللجنة الدستورية الليبية جهودها والانتهاء من العدد المحدد من المواد المتبقية في أقرب وقت. توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على رأس وفد من الأمانة العامة إلى الجزائر في زيارة تستمر ليومين بدعوة من وزير خارجيتها رمطان العمامرة. من المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة رئيس عبد المجيد تبون في إطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية 31 التي تستضيفها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية. كما تشمل الزيارة محادثات للأمين العام للجامعة العربية مع وزير الخارجية الجزائري إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الجزائريين. أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم مقتل وإصابة 16 عسكريا ومدنيا في اعتداء إرهابي على حافلة في ريف مدينة الرقة السورية. جاء ذلك بعد يوم من استنفار أمني في الرقة إثر هروب 3 من تنظيم داعش الإرهابي من بينهم قيادي بارز في التنظيم من السجن المركزي. وقد فرضت القوى الأمنية مدعومة بالمدرعات طوقا أمنيا على مداخل ومخارج المنطقة بدءا من رميلة وحتى شمال السكة وشارع القطار. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، محذرا من أن لبنان سيكون له موقف ليس مستحبا مع دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم. وأوضح ميقاتي أنه على مدى السنوات 11 الماضية تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، أي فيما يمثل 97% من البلديات في لبنان كافة. وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم إلى التضامن معهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير المزيد من الأماكن لإعادة توطينهم حتى يتمكنوا من المساهمة بشكل أفضل وأكثر فعالية في مجتمعاتهم الجديدة. وحتى غوتيريش الجميع على التعاطف مع أولئك الفارين من الحرب والعنف والاضطهاد، موضحا أن أعداد اللاجئين بلغت مستويات قياسية ومشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في أكبر وأسرع موجة نزوح تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ العدد الإجمالي للنازحين قصرا 100 مليون شخص. يتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مشروع تعديل الدستور على أن يعرضه بعد حوالي شهر على استفتاء شعبي. وانطلق منذ أسبوعين حوار وطني في البلاد لإعداد مشروع تعديل للدستور وسط مقاطعة عدد من أحزاب المعارضة. وشهدت البلاد تظاهرات للتنديد بمشروع تعديل الدستور وإعفاء 57 قاضيا عن مهامهم. اتهمت السلطات الروسية القوات الأوكرانية باستهداف منصات تغطية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم ما أسفر عن سقوط 5 جرحى على الأقل. وقال حاكم جزيرة القرم
إنه تجري الآن عمليات الإنقاذ والبحث بمشاركة سفن دورية ووسائل جوية. تعد هذه الضربة الأولى التي تتم الإشارة إليها ضد منشآت نفطية في القرم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير. أعلنت أوكرانيا اليوم أنها فقدت السيطرة على بلدة ميتولكيتو المجاورة لمدينة سيفيرودونسك الاستراتيجية في منطقة دونباس التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها بالكامل منذ أسابيع. وتوقع الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينسكي أن تصعد روسيا هجماتها هذا الأسبوع في الوقت الذي يبحث فيه زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى التكتل. في ظل استمرار القتال في أوكرانيا، توقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تصعد روسيا هجماتها هذا الأسبوع، فيما يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى التكتل، بينما تواصل موسكو حملتها للسيطرة على شرق البلاد. نحذر شركاءنا من أن القوات المحتلة تحتشد في جبهة خاركيف من ناحية زابوريجيا، ويستهدفون البنية التحتية الخاصة بالوقود ليزيدوا من أزمته، وسوف نرد على ذلك. القتال العنيف يتواصل في دونباس، والقوات الروسية تستخدم مدفعيتها بشدة في سيفيرودونياتسك وباقي النقاط الساخنة التي تواصل مقاومتها بدعم من شعبنا وقواتنا المسلحة، وأنا ممتن لكل شخص وأثق من أننا سنحقق النصر في الغد القريب. وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تدفق القوات الروسية عبر حدودها في فبراير الماضي. وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بأن تحصل أوكرانيا على وضع المرشح. وسيبحث زعماء الاتحاد المؤلف من 27 دولة الطلب في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن يوافقوا على طلب أوكرانيا على الرغم من مخاوف بعض الدول الأعضاء، وقد تستغرق العملية سنوات عديدة قبل اكتمالها. ميدانيا قال الجيش الأوكراني أن الوضع في سيفيرودونيتسك صعب ولكن يمكن التحكم فيه، فيما قالت روسيا أن صواريخها البحرية بعيدة المدى دمرت موقع قيادة للقوات الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 جنرالا وضابطا. تواصل القوات المسلحة الروسية شن هجمات على منشآت عسكرية أوكرانية. لقد أطلقت صواريخ كاليبر عاليات الدقة بعيدة المدى في البحر على موقع قيادة القوات الأوكرانية. يتم تطوير الهجوم على سيفيرودونيتسك بنجاح، وعدة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تتخلى عن منطقة العمليات بسبب انخفاض الروح المعنوية والحالة النفسية ونقص الذخائر والإمدادات. وتحاول القوات الروسية بسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس الشرقية التي كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على أجزاء منها قبل العملية العسكرية في 24 فبراير. اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن روسيا يجب أن تحاسب إذا ما واصلت عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم. وقال بوريل في مستهل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إن ملايين الأطنان من القمح عالقة في أوكرانيا، بينما يعاني الناس في باقي أنحاء العالم من الجوع، معتبرا ذلك جريمة حرب حقيقية على حد وصفه. قال تحالف اليسار ثاني أكبر تكتل في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي إنه يعتزم طرح تصويت من أجل سحب الثقة من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في 5 يوليو القادم. في الوقت نفسه يحاول الرئيس الفرنسي الوصول إلى أغلبية حاكمة بعدما خسر أغلبيته المطلقة في البرلمان. مشهد سياسي منقسم سيغير ملامح السياسة الفرنسية خلال 5 سنوات المقبلة، فعلى وقع صدمة نتائج الانتخابات التشريعية التي حقق فيها اليمين المتطرف اختراقا غير مسبوق منذ أكثر من 35 عاما، ومني الائتلاف الرئاسي الحاكم بنكسة سياسية فقد فيها أغلبيته المطلقة في البرلمان، يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون الوصول إلى أغلبية حاكمة لإنقاذ أجندته للإصلاح الاقتصادي. رئيسة الوزراء إليزابيث بورن
اعتبرت أن نتيجة الانتخابات تشكل خطراً على البلاد. الموقف غير مسبوق، لم تشهد الجمعية الوطنية قط تشكيلاً من هذا النوع في الجمهورية الخامسة. هذا الموقف يشكل خطراً على بلادنا في ضوء التحديات التي يتعين علينا أن نواجهها على كلا المستويين الوطني والدولي، لكن ينبغي علينا احترام هذا التصويت وتدبر عواقبه. أمام مارين لوبان منافسة الرئيس ماكرون والتي حقق حزبها التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقاً كبيراً في الانتخابات، فتعهدت بممارسة معارضة قوية ومسؤولة. سنخلق معارضة قوية لا تتستر على الأخطاء، وإنما ستكون معارضة مسؤولة تحترم المؤسسات وستكون بناءة دائما، لأن بوصلتنا الوحيدة ستتجه صوب صالح فرنسا والفرنسيين. زعيم المعارضة اليسارية في فرنسا جان لوك ميلانشان اعتبر أن خسارة الائتلاف الحاكم فشل انتخابي للرئيس الفرنسي. إنه موقف غير متوقع تماما وغير مسبوق البتة، إنها الهزيمة الكاملة لحزب الرئيس ولم يحقق أغلبية. ووفق نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، حصل الائتلاف الحاكم المنتمي لتيار الوسط برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون على 245 مقعدا، وهو ما يقل عن العدد اللازم لتحقيق الأغلبية البرلمانية والذي يبلغ 289 مقعدا، لتصبح الخيارات المتاحة أمام ماكرون تشكيل ائتلاف حاكم أو الإشراف على حكومة أقلية يتعين عليها الدخول في مفاوضات مع الخصوم على أساس كل مشروع قانون على حدة. وسيكون البديل في حالة عدم التوصل إلى اتفاق أن يصاب ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بالشلل. نشرتنا متواصلة معكم وفيها المزيد بعد فاصل اقتصاد من أبرزها. الصين تختبر منظومة صواريخ اعتراضية وتقول إنه إجراء دفاعي لا يستهدف أي دولة. والآن يلهم آخر أخبار المال والأعمال والاقتصاد بصحبة الزميلة صفاء سامي إلى جيزة. شكرا لك يا زميلة ريهام رجائي. مذكرة تفاهم بين المصريات للغازات الطبيعية وشركة شيفرون العالمية للتعاون في أنشطة النقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز الشرق المتوسط عبر مصر. أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين. وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين من خلال عدد من المواد وتتضمن القرار مجموعة من التعريفات والضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري. وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مذاكرة تفاهم مع شركة شيفرون للتعاون في أنشطة النقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز الشرق المتوسط عبر مصر. وأوضحت وزارة البترول أن المذاكرة تهدف لتطوير البنية التحتية اللازمة لتمكين نقل الغاز، على أن يقوم الطرفان بتقييم الفرص المحتملة لنقل الغاز لمصر لتعظيم قيمته عن طريق إسالته ليتم إعادة تصديره وبيعه. على جانب آخر، عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات موسعة مع رئيس شركة شيفرون مايك ويرث والوفد المرافق له، تناول التعاون المشترك بين الجانبين وأنشطة الشركة في مصر. بحث وزير النقل كامل الوزير مع وزير التكنولوجيا والصناعة بدولة المجر توطين صناعة السكك الحديدية بمصر والتعاون في مجال تصنيع الأوتوبيس البرمائي والأوتوبيسات الكهربائية. وخلال اجتماعهما اتفق الوزيران على تشكيل مجموعات عمل مشتركة من الجانبين لتحديد نموذج الأمثل للتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال السكك الحديدية.
أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد صعوبة المرحلة الراهنة بتراكماتها على المستوى الاقتصادي والمالي، وأشار الوزير التونسي إلى أن هذه المرحلة تتطلب التركيز على اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة في إطار تشاركي ورؤية مستقبلية لتونس تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة وتعزز قدرتها التنافسية وتحسن موقعها في خارطة الاستثمار العالمية. تنظم الحكومة الألمانية مؤتمرا دوليا حول الأزمة الغذائية المرتبطة بالأزمة في أوكرانيا، وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروك أن المؤتمر يهدف خصوصا إلى تأمين استقرار الإمدادات الغذائية في العالم، وتدفع الأمم المتحدة وبعض الدول في اتجاه فتح ممر بحري يتيح استئناف الصادرات الأوكرانية وتبديد مخاطر حصول مجاعة في بعض الدول. هبطت أسعار النفط بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 0.3% إلى 112.74 دولار للبرميل، في حين انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 109.38 دولار للبرميل. أعلنت ألمانيا والنمسا أنهما ستعيدان تشغيل محطات طاقة تعمل بالفحم الحجري لتعزيز إنتاج الكهرباء بعد إعلان روسيا خفضا في شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 على خلفية التوترات مع الدول الغربية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. بسبب النقص في إنتاج الكهرباء الناجم عن خفض واردات الغاز الروسية، أعلنت النمسا أنها ستعيد تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري. وتهدف النمسا لتعزيز إنتاج الكهرباء من الفحم من جديد في الحالات الطارئة، لكن وزارة البيئة أكدت أن العملية قد تستغرق أشهرا عدة على الأرجح. وأغلقت محطة ميلاخ التي كانت آخر محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري في النمسا في ربيع عام 2020. قرار فيينا جاء بعد ساعات من إعلان الحكومة الألمانية اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم. وتشمل حزمة الإجراءات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد تطبيق نظام مزاد لبيع الغاز للصناعيين، ما سيمنح الفرصة بخفض الاستهلاك في قطاع التصنيع الألمانية، فضلا عن تخصيص اعتمادات جديدة من المصارف لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد. وقد جاءت هذه الخطوة من برلين وفيينا ردا على إعلان شركة غاز بروم الروسية خفضا في شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 على خلفية التوترات بين الدول الغربية وروسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وأدى قطع موسكو إمدادات الغاز الطبيعي عن دول أوروبية أو تقليصه إلى إحداث اضطراب في خطط التخزين تحضيرا للشتاء المقبل، حيث تزود روسيا القارة العجوز ب 40% من احتياجاتها من الغاز. تجري حكومة سريلانكا محادثات مع صندوق الدولي للحصول على قرض، حيث تخلفت البلاد عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في إبريل. وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال عام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي. وكانت السلطات السريلانكية أعلنت إغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس لمدة أسبوعين مع توقف وسائل النقل العام في شكل شبه كامل بسبب عجز الدولة على استيراد الوقود نتيجة نقص العملات الصعبة. هذه كانت نهاية أخبار الاقتصاد، عودة مرة أخرى إلى الزميلة ريهام. شكرا لك صفاء. أعلنت الصين أنها أجرت اختبارا تقنيا على اعتراض الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى هدفها، وقد حقق الاختبار الهدف المتوقع. وأكدت وزارة الدفاع الصينية أن الاختبار لغرض دفاعي وليس مستهدفا لأي دولة.
اختبار دفاعي للصواريخ لا يستهدف أي دولة أجرته الصين للوقوف على منظومة صواريخ اعتراضية تطلق من منصات على الأرض لاعتراض الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى هدفها. وزارة الدفاع الصينية قالت إنها حققت الغرض المتوقع من الاختبارات، حيث تكثف الصين الأبحاث في جميع أنواع الصواريخ بدءا من تلك التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية في الفضاء إلى الصواريخ الباليستية المتطورة ذات رؤوس نووية، وذلك في إطار خطة تحديث طموحة تحت إشراف الرئيس جي جين بينغ. اختبرت الصين صواريخ اعتراضية من قبل، وجاء أحدث إعلان عن تجربة سابقة في فبراير 2021 وقبل ذلك في عام 2018. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن الصين دائبة على إجراء اختبارات لأنظمة الصواريخ الاعتراضية منذ عام 2010 على الأقل. كانت الصين قد عبرت إلى جانب حليفتها روسيا مرارا وتكرارا عن معارضتهما لنشر الولايات المتحدة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية ثاد في كوريا الجنوبية. وأوضحت الصين أن الرادار القوي لهذه المنظومة يمكن أن يخترق أراضيها، وأنها أجرت مع روسيا أيضا تدريبات محاكاة للتصدي لتلك الصواريخ. كما أكدت بكين أن مثل هذه التكنولوجيا ضرورية للدفاع والأمن الوطني. ارتفع عدد ضحايا السيول التي اجتاحت بنغلاديش وشمال شرق الهند إلى 54 قتيلا على الأقل، فيما تقطعت السبل بأكثر من 9 ملايين شخص. وتسببت الأمطار الموسمية في الأراضي المنخفضة في بنغلاديش في سيول كارثية بشمال شرق البلاد، ما تسبب في تشريد ربع سكانها البالغ عددهم 15 مليون نسمة. وقالت السلطات في ولاية أسام الهندية إن مياه السيول بدأت تنحسر بعد أن لقي ما لا يقل عن 26 شخصا حتفهم منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة قبل أسبوعين، لكن 4.5 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم. وتبقى بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم. وفيها وزيرة الثقافة تعلن استعادة لوحتين نادرتين للفنانين صلاح طاهر وصالح رضا. إلى هذه الوقفة الرياضية وعودة من جديد إلى صفاء سامي. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا على هذه المتابعة. أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استمرار جهود استرداد تراث الفن والإبداع المصري المفقود باعتباره جزءا من ملامح الهوية الوطنية. وأعلنت وزيرة الثقافة استعادة لوحتين تشكيليتين نادرتين، إحداهما للفنان صلاح طاهر بعنوان الريف، والأخرى للفنان صالح رضا بعنوان دائرة وجد، موضحة أنه سيتم عرضهما في متحف الفن الحديث في إضافة جديدة لمقتنياته. عودة لشأن المحلي، حيث استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تمت مناقشة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للتجمع الدولي لمؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي. ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوين هذه الجولة. الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال البترول. خلال افتتاح ملتقى بنات مصر، رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تمكنت من القضاء على العشوائيات الخطرة. روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف منصات تغطية في البحر. ختام ساعتنا الإخبارية الشاملة، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.